السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير، ونتمنى نلقاكم هاد لا فيديو احسن حال. كما وعدتكم في لا فيديو اللي قبل من هذا، قلت لكم كونكور غادي نشارك معكم التويبات اللي خديت في كازا. وسمحوا لي بزاف كنعاود نقولها لكم، حيت ديجا بغيت نشارك معكم منين كنتقداو هذا. بالنسبه لشي اسئله جاوني في لا فيديو القديم، قالوا لي كونكور فينا بلاصه كتقداي في كازا؟ انا كنتقدا البنات في درب عمر وفي حي الفرح. هاد المره هادي ديجا الجمعه كما قلت لكم، جيت الخميس والجمعه هو اللي كنت قدرت نمشي نتقدا. لقيت نسيت بانه ضرب حي الفرح كيكونوا الناس ساتي نهار الجمعه، سو كيفي خديت غير في درب عمر. نشارك معكم اشنو خديت. كما قلت لكم، المهم حاولت نجيب هذاك الشيء اللي هو ضروري اللي كيتمشى ديما، يعني بحال دابا هاد التويبات اللي لقيت غتمشاو لي على طول العام. ان شاء الله الشهر الجاي نعاود نمشي من قرب العيد، غادي ناخذ ثاني تويبات جداد، نشوفو الجديد، نشوف التكلم اللي با. وهذا انا كما كتعرفوا عليا البنات، انا كنحماق على شي حاجه سميتها كريب دو سوا. كريب دو سوا كنخدم فيه، كناخذ فيه راحتي، يعني كريب دو سوا بارد طايح ما كيتكملش. وكما قلت لكم كنخدم فيه، كنعطي فيه مزيان، يعني نقدر انه ندير كرياسيون ديالي كما بغيت، نحط رشمة فيما بغيت، كيكون هو اينيك، يعني تقدري تخدمي فيه وتاخدي راحتك. الوغ نبداو بهذا الكريب دو سوا سامبل. الناس الكريب دو سوا فيه بزاف ديال الكاليتي، يعني ماشي وحده، ماشي جوج، ماشي ثلاثه، بزاف ديال الكاليتي. انا كنحاول انه ناخذ هاد الكاليتي مزيانه. كاين دو سودا، كاين دادي، هاد جوج هما يعني خصكم الكريب يكون مطبوع، سينو ما كانش مطبوع، يعني كيكون فيه لو ريسك. وين خديت هاد لورونج البنات، هاد لورونج هذا فريمون ما عرفتش كيبان ثاني مزيان ولا لا. كما كتقول لي البنات بلي راه ما كيبانش مزيان، لي كولور هذا هو المشكل، لوينات ما كي في لا فيديو ما كيتعطاهمش حقهم كوم يلفو. المهم انا غير حيت كنت وعدتكم انه نشارك معكم شنو جبت لكم سلعه في كازا، نحاول انه شوفوا لي هنايا واش كيبان. لا هذا اورانج غادي نخدموه، حيت انا التويبات اللي كنجيب البنات كنجيبهم وكنجيب فيهم طوبل اولا تريبل، يعني كناخذ منهم كوبون واحد كنديرو شونتيون مخدوم باللوينات اللي انا كنبغيو. هذا باش كتبروبوزي على الكليانه ملي كتجيو تلقاه هكا، حتى الكليانه الا لقات الجلابه طالعه في هاد لا كولور وفي هاد التيسو كتقدر تلقى لي شوا، يعني تقدر تلقى الثوب وتخدمو في عباره هي اولا في الموديل اللي تبغي هي. المهم انا كنخدم مثلا كما قلت لكم كنجيب 3 4 في كل لون، كنهز واحد كنخدمو شونتيون باش ملي كتجي لا كليون تقدر دير بحالو في لوينات اخرين. جبت هاد لورونج، هذا البنات ما كيزعموش عليه الناس بزاف، مي فريمون في الصيف كيجي روعه روعه. انا غادي نشارك معكم اللي نخدمو في ليفو تشوفوا طرطو عليا كيفاش كيجي. هاد فيو موف فريمون البنات خطير، هذا راه كنت وريتكم فيه جليليبه مخدومه. كاينه باقي بحال هيا ايه مخزنية. هي البنات هذه البنات اللي عندو الانستغرام ديالي وبغا يدخل يشوفها كيفاش كتكون ملبوسه، يعني باينه حيت عاوتاني لاباري بروفيسيونال راه كتعطيك اللون، سينو هكا بورتابل راه ما كيعطيش اللون مزيان. المهم هذا اللون هذا راه هو هذا فريمون كيجي واعر، وشي حاجه اللي كتلبسيها غير انت ما مطليش قليل، هذا اللون هذا قليل. جبت هذا الفير هذا هو دابا الا شفتيه كلون كيجي صعيب، واللوينات اللي غتدخلي معاه وهذا. انا الناس كما قلت لكم كيعجبني ناخذ اللوينات في الكريب اللي ما لقاش كلشي لابسو، حتى اللوينات واش غادي نخدم غادي يخصهم ابداع، يعني هاد اللون هذا الا ما كانش لا ستيليست اولا الخياطه مبدعه ما يمكنش تجيب لك اللوينات تحضرهم لك ديال هذا وهاد لورونج وهذا، يعني كيبغي اللوينات يكونوا ديال الرفيع كما كنقولوا، كيجي زوينه البنات. المهم هادو هاد التويبات راه كما قلت لكم غناخذ منهم واحد 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 وغادي نخدم لكم بهم كوليكسيون جديده ان شاء الله. كاين هاد الترابي حتى هو غزال وكيجي حتى هو في لبسه زوين،
كاين هاد لوبيرجين، هذا ماشي يقولون البنات، هذا لوبيرجين فريمون كيجي خطير حتى هو. راه الكريب دو سوا باش تعرفوا الحقيقي، راه كيما كتهزي كتلقيه بارد، هو بارد ملي كتمسي كتلقيه بارد، هذاك تيكون ما فيهش النيلون. لاسوا الاخر اللي كيكون شي شويه رخيص تيكون النيلون فيه الجد، يعني كتهزي كيكون بحال حر شويه و تيكون بحال سخون. هذا كيما كتهزي البروده كتخليك معيتك. المهم جبت فيها لوبيرجين، جبت لو بيترول، وينات غزالين البنات. حاولت انه نجيب لوينات فاتحين بالنسبه لي فام لي لا فام لي ما كتبغيش تلبس لوينات فاتحين على حساب انها كتكون عامره شي شويه. وجبت لوينات مغلوقين لوينات فاتحين لوينات فاتحين بالنسبه لا فام لي رقيقه، وما عندهاش مشكل انها تلبس لوينات فاتحين حيت كما كتعرفوا الكحل في لوينات فاتحين كيكون شي شويه تيبين. والمغلوق بالنسبه للعيالات اللي كتكون لا فام اللي كتكون شي شويه عامره، يعني ما تخاف من والو كيبين لا طاي لا والو. حتى كما قلت لكم جاي شي شويه مغلوق، كاين هذا الماو هذا تا هو راه ما نقولش لكم، هذا الدوبل ديال هذاك. المهم انا غنوريكم شي الدوبل، غنوريكم غير اللوينات اللي جبت ما ندوبلش. كاين هذا البلوسيال تا هو زويون، كاين هذا الكرونه هذاك اللي وريتكم ديك الساعه جاي. هاد البلوسيال البنات هو غزال في اللبسة، كيجي راقي جدا، كنت خدمتو بالبرونز و الغوز بيبي و الكرونة، جوال. باش تعرفو الفرق بين دابا نتوما هذا اللي باليكم بوحدو هذا بوحدو راه باليكم بحال الكرونة، مي هذا لا، هذا اوبيرجين وهذا كرونة. نتمنى انهم يكونوا واضح ليكم في التصاور باش يقبلو علينا في التصاور. المهم هذا بالنسبة للكريب من واحد، جيت السامبل زعما بغيت نقول لكم خديت هذا الكريب، راه الا باقي كتعقلوا المهم هذا يوتيوب يلاه درتو ماشي بزاف، يعني ما كنتش جامي شاركت معكم هذا، هذا خدمت به العام اللي فات. شنو نقول لكم كيجي كريب جوهرة، كيجي راقي جدا، عرفتي كاع في الاعياد وهذا ولا درتيه دو بياس ولا كيجي كلاس وخفيف حتى هو، وشي حاجه حضاريه ورويقيه فريمون كتعرفي شنو لبستي. حتى هو جبت فيه لوينات بزاف، فيه لوينات هو غزالين، جبت هاد لاكولا غادي لو سييل لو روا زيتي نوار. او باش عرفو الصوره راه حتى تقوي طيح. المهم زيتي نوار لو روا هادو غير دوبلين، هاد الصفر بحال اللي وريتكم في الاول، الغوز الترابي و تا هو فيه البلوسيال تا هو ديالو غزال، البلوسيال ديالو. هادو كريب، هادو بالنسبه للكريب. و جبت السوس دي حيت دابا كيما كتعرفو قريب رمضان وقريب العيد وقريب الناس كيبغيو يلبسو شي حاجه هماويه، يعني تلبسي السوس دي دو بياس تخدمي شي حاجه كلاس. انا كما كتعرفوا ليا البنات بالنسبه للناس متبعيني في عسعده حيت الانستغرام كما كتعرفوا كنديروا دي شوتينغ وهذا كيكون عندنا دي فوتو ملبوسين. بالنسبه لسوزي انا كنزعم عليه، يعني ما كنديروش اغلبيه غير سامبل، كنطرزو كنبتو، ولكن لا كاليتي ديال سوزي يعني شي حاجه راقيه كيجي غزال، اللي يقدر انه يتنبت يقدر انه يطرز وكل شيء ما يخاف والو. بيان سور وي تطرز باليد. انا غندير لكم منو تا هو موديلات وتشوفوا هو النوار ديالو، كاين البيج، كاين السومون، كاين الفيغ او، كاين الغوز، كاين الموتار، كاين في لوينات بزاف، كاين السومون فونسي، لو مارين، كاين البلو روا، كاين هذا بلو موف، هذا بلو روا، كاين الزيتي، كاين هذا راه 100% قطنة البنات، يعني ماشي شي حاجة مدرفة، يعني كاليتي مزيانة، كاين الموف، وكاين هاد البلو هذا اللي كيجي تا هو غزال غزال غزال. يبقى ليا غير الميلونج ديال تحت ديالهم، نقدر ناخدو غير من هنايا، جاب الله مشيت لهنايا المول تشوفي في قطر، نشارك معاكم فيه، غناخد ليهم تحت ديالهم. أنا كنفضل أنه السوس دي
يكون ديما تحت ديالو بعيد عليه بزاف باش يطلع لينا اللون مزيان. ان شاء الله حتى هما غادي نخدم فيهم وغادي نشاركهم معكم كيفاش كيجيو. فريمون شي حاجه كامل مزيانه. راه الناس اللي خداوهم عندي داك العام راه فريمون عجبوهم، ويعني كما قلت لكم طرستهم ونبتهم مستحمل مع هو تيكون رهيف نورمالمون ما تيستحملش. الوغ نجيو للسوس دي الغي مخطط هذا هنا غزال غزال غزال. عندي فيه واحد الجلي اللي بانيت مخيطه على واحد السيده دابا بانيت لداخل هانتوما مخطط الغوار تقدر دير لي شي غوز بيبي من التحت بلون كاسي. المهم تيبقى داكشي انت والشوا ديالك. كاين في الصفر شوف هاد لا جونغ اللي فيها بزاف شي حاجة بكري يجي توب فيه المتاخد فيه بيج. شفت اللونات اللي نقدر انه نلعب فيهم مزيان بالتحت ديالهم. فيه الكري بارد شوفو وفيه النوار خلي هو ميمكنش انه مديروش النوار. فيه النوار فريمون البنات تويبات ماشي زعما حيت انا خديتهم تويبات كنصحكم بيهم. الناس اللي ساكنين في كازا او الناس اللي هذا كنصحكم بيهم تويبات ما تنموش عليهم. اتمنى في المتناول يعني عمليين تقدروا يبقاو عندكم يعني مده. وان شاء الله كما قلت لكم كنوعدكم انه ان شاء الله كل حاجه من هادشي اللي شاركت معكم غادي ندير فيهم موديلات وغادي نشاركهم معكم ان شاء الله باش تشوفوهم تاخذوا فكره على كيفاش كيطلعوا في الخدمه وتاخذوا فكره على الالوان اللي غندير لهم من التحت باش يطلعوا لك لايز. ونتمنى ان لا فيديو تكون عجبتكم ونتمنى انه نكون وصلت لكم فكره ونكون لوينات بانوا لكم ونكون فاتكم الفيديو ديالي بشي حاجه. كنحمق عليكم وان شاء الله حتى الفيديو الجاي. وما تنساوش كما كنقول ديما تدعمونا باللي لايك ديالكم لي كومونتير وتابوناو عندنا باش ان شاء الله تحفزونا انه نحطوا لكم الجديد كل مره. زعما دغيا دغيا ما تعطلاش عليكم. كنحمق عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.